السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اش هاد الفضيحه هادي دايرين فينا؟ والله الا حشومه وعار عليكم، اقسم لكم يمينا هذا هو الجاليه المغربيه. وتتفكرونا في الجاليه المغربيه، راه كاين 1000 طريقه وطريقه باش تخدو تعاقبوا زبانيه، ولكن دوكا عاقبتوها هما وعاقبتونا حتى حنا معاها. خليتونا البطوط ديال السات وديال جينوفا وديال مارسي، ها هما تيجروا فينا ما بغاو. شكون اللي بيمشي بهاد الاثمنه ديال 3000 اورو 1600؟ واحد انسان واحد ب 1600 اورو راه حشومه وعار. مرا مع راجلها وليداتها راه بتوصل 4 المليون. انسان واحد مع ثلاثه الوليدات راه 3 مليون و 20000 او 3100 اورو. ماني انا فين ديني؟ ديني لمكه ولا فين؟ لا سمحي لي الوالده، والله الا سمحي لي الوالده، انا نقولها لك، راه عيطت لك في التليفون قلت لك سمحي لي. هاد الناس ما خلاونا لا نجيو نشوفوا والدين، ولا نتسامحوا مع اللي باقي حي اللي يموت، ولا نشوفوكم، ولا نشوفوا بلادنا. ما بغاونا نديروا والو، صافي سالات. احنا جالسين هنايا والرزق نصيفطوه لكم حنايا، عيشوا تمتعوا به نتوما، ما نعطيهش الباطو. السلام عليكم، وخليها تصدي.